شعارات كثيرة لكن الهدف والمضمون واحد. شهر أكتوبر الوردي المخصص للتوعية بسرطان الثدي، شعاره لهالسنة خطوة نحو الحياة. بهاي الخطوة قادرة على إنك تنقذي حياتك وتطمني على صحتك أكثر. كنائسنا جزء أساسي من المجتمع، وإيماناً منها بضرورة الفحص المبكر عن هذا المرض، قامت أخوية العذار الحكيمات برعية القديس جيورجيس للروم الأرثوذكس في إربد، وبالاشتراك مع مركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة بعمل محاضرة توعية بسرطان الثدي. إحنا اليوم بكنيستنا، بقاعة كنيستنا، بنقيم محاضرة بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان. منقوم محاضرة بمناسبة شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي. اليوم إحنا منقيم محاضرة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان لحتى نوعي السيدات، نوعي المجتمع أكثر بأهمية الكشف المبكر بأعراض السرطان. مثل ما إحنا حكينا سابقاً إنه إحنا كأخوية وكسيدات إحنا جزء من المجتمع، مهمتنا إنه نوعي المجتمع ونكون أعضاء فعالين في المجتمع. هذا الإشي اليوم خلانا إنه نعمل هاي المحاضرة لنوعي السيدات ونوعي المجتمع، وهي كانت دعوة عامة لكافة أبناء مجتمعنا ورعيتنا ورعايا إربد كافة. وقبل ما تبلش المحاضرة تم توزيع استبيان قبلي لمعرفة مدى المعلومات الموجودة عند كل سيدة عن هذا المرض وعن أهمية الفحص المبكر من قبل المحاضرة السيدة رؤيات المصري. الأردن لسرطان الثدي هو برنامج يعمل تحت دعم ومظلة مركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة. يهدف البرنامج إلى رفع الوعي الصحي للسيدات في كل ما يتعلق بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والفحوصات اللازمة للسيدات يعملون إياها في الشهر الوردي. بنكثف من هاي الفحوصات من خلال توعيتهم بالمحاضرات وفي زيارات منزلية بزور الستات بالبيوت. وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية بتشير لخفض معدل الوفيات مع تطبيق برامج الكشف المبكر بنسبة بتتراوح من 20-30%. وهذا بصراحة مؤشر كثير خير، بيأكد على أهمية الفحص المبكر وصورة الماموغرام اللي بتبين بشكل أسرع إذا كان في إصابة بالمرض أو لا من عمر 35-39 سنة، وبتتم بين كل سنة أو سنتين. وبرضه حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية انخفض معدل الوفيات بين النساء بسبب سرطان الثدي ما بين 20-30%. الوشاح أو الشريطة الزهرية اللي بكل سنة بتذكر على قديش في قصص حياة جديدة عاشت من وراء الفحص المبكر والمتابعة والتغلب على المرض. وبنهاية المحاضرة كل سيدة حصلت على تحويل لعمل صورة الماموغرام بمكان معين ومخصص من قبل مركز الحسين للسرطان، وهو بساحة الطوارئ بمستشفى الأميرة رحمة في إربد بكرفانات مخصصة. وإن شاء الله كل أمهاتنا بتكون بخير وصحة وسلامة. من إربد لقناة نورسات نيفين حداد.